تشهد المنطقة الكثيرة من المبادرات في الفترة الأخيرة التي تطالب بتغليظ العقوبات على الجرائم ضد المرأة، كان أبرزها في الأردن التي شهدت حالة من الجدل والتظاهرات في شوارعها بعد الحادثة المعروفة بصرخات أحلام. لكن قصتنا هذه اليوم ليست من الأردن أو من العالم العربي، بل من المملكة المتحدة بريطانيا. يعلم هواة الرياضة وهواة الملاكمة تحديدا هذا الرجل، واسمه بيلي جو ساندرز، بطل العالم في وزن ما فوق المتوسط. فما علاقة ساندرز بحقوق المرأة؟ هو فيديو كان قد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي نصح خلاله الرجال بضرب زوجاتهم خلال فترة العزل الصحي بسبب فيروس كورونا إذا أكثرنا من الثرثرة والنقاش على حد تعبيره، وما إن تم نشر الفيديو حتى اتخذت السلطات الإجراءات اللازمة معه بتهمة التحريض على العنف الأسري وإصدار عقوبة تقضي بإلزامه بغرامة مالية وإيقاف رخصته للملاكمة. So as she comes in, she's coming at you, you've lost it, just keep it safe with the hands. So as she comes in, she's just about to say, all of a sudden you explode, bam, on the chin. Yeah, so you've hit her on the chin. At this time, she may flash and see white thinking, what's just happened? Has he done it? I can't believe this. Whoa, what's happened? And all of a sudden, you just dip down on that knee, spring up. So you finish her off. بعد موجة الغضب التي واجهها ساندرز وإصدار العقوبات بحقه، وجه اعتذاره علنا عبر الوسائل الإعلامية المحلية، وأوضح أنه صور الفيديو لشرح التمرينات بطريقة ممازحة لا يقصد بها التحريض على العنف الأسري، لتقتنع المحكمة بتبرير ساندرز، ويعني غير أنها لم تغير عقوبة الغرامة المالية إلا أنها أسقطت قرار سحب رخصة الملاكمة منه، بينما هو نفسه ساندرز تبرع بما يقارب 30,000 دولار لمؤسسات خيرية تتعامل مع قضايا العنف الأسري. طبعا حازت قصته أو قصة بيلي ساندرز على العديد من التعليقات الجدلية، فيعني كان هناك الذين اعتبروا أن الفيديو دعابة غير مقبولة، ومنهم من اعتبر أنه أمر غير مهم مثل مراد بداية الذي غرد قائلا، واضح أنه يمزح يا أخي بس توقيته غلط، كان رح يتطير عليه مباراة كانيلو. أما رانيا فقالت بتغريدة أخرى، أنا فهمي أن مسحة لكن برضو يجب معاقبته، لأنه في من يتحجج ليعتقدوا أنه جاد ومن الصعب إقناعهم بغير ذلك، يعني على اعتبار أنه شخصية مؤثرة. وأخيرا هديل التي قالت، بعيدا عن أنه كان بيهزر وأنه هزار تقيل، لكن شوف القانون إزاي ما رحموش عشان ما حدش يفكر يهزر حتى في الموضوع، كل الاحترام.